التايتل الحلو ده اولا من فضل ربنا سبحانه وتعالى ونعمه بالله. التكريمات والجوائز اللي حصلت عليها، يعني انا طبعا انا حاصل على جوائز وتكريمات كتير جدا، مش يعني اللي حاضر في دماغي او اللي ممكن اقوله، يعني هنقول في مؤتمر السفراء العرب كان برعايه طبعا الاستاذ اشرف الرزيقي والاستاذه امل كحلي، كان مجموعه كبيره يعني، ده انا اتكرمت فيه واتقدرت يعني ولفيت العالم. ده لفيت العالم، دي رحله قبل ما اجي مصر خالص واقعد واستقر في بلدي يعني. وطبعا انا برضو حاصل على دكتوراه فخريه من جامعه نيوكاسل بانجلترا. خدت بالك؟ الدغير بقى طبعا تكريمات كتيره في مهرجان سينما، في مهرجان تلفزيون، في كذا، ده حاجات كتير قوي بجد اسماء، يعني يمكن مش هتحضرني ان انا اقول كل لانها تاريخ فني يا فنان، تاريخ فني حبيبتي ربنا يخليك. طب قول لي يا برنس.